بسم الله الرحمن الرحيم. نطق كلمات حصة رابعة ابتدائي يوم الأربع 18 أكتوبر. ونز ونز أحد. تينز تينز عشرات. هندريدز هندريدز مئات. ثاوزنز ثاوزنز آلاف. تين ثاوزنز عشرات الآلاف. هندريد ثاوزنز مئات الآلاف. مليونز ملايين. تين مليونز عشرات الملايين. هندريد مليونز مئات الملايين. بليونز أحد المليارات. دي طبعا كلمات مهمة جدا، وده طبعا تمرين عليها خدناها طبعا في الماث في الحساب. ونيجي بعد كده على الفوناتكس. اس ال تنطق سلا. اس ال تنطق سلا. سليب سليب ينام او نوم. اسلايس اسلايس شريحة. سليبرز سليبرز نعال او شبشب. اس دبليو تنطق سوا. اس دبليو تنطق سوا. سويب سويب يكنس او كنسة. اسويتش اسويتش مفتاح كهربي او يغير او يبدل. سويتس سويتس حلوة. اسوان اسوان بقعة بيضاء. سويم سويم يسبح او يعوم او سبحة. باقي الكلمات معانا هي على قاعدة جميلة جدا، ان انا بضيف الـ F-U-L كسافكس كلاحقة لبعض الاسماء وبتحولها الى صفات، بمعنى full of مليء بي. care care رعاية او يعتني بي، هنزود لها F-U-L careful بمعنى حذر او حريص. help help يساعد او مساعدة. helpful helpful مساعد او معاون. color color لون او يلون. colorful colorful زاهي الالوان او ملون. use 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 خدوا بالكم من النطق هنا، يستخدم او استخدام. useful useful مفيد او نافع. beauty beauty جمال. beautiful beautiful ذات جمال او جميل. وطبعا كده خلصنا الكلمات الواجب بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.